أستاذ علاء، بداية دعنا نفصل مطالبكم التي أضربتم عن العمل لأجلها وما هي إمكانية تنفيذها على المدى القريب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك سيد الكريم والسادة مشاهدي قناتكم الفضائية وحياكم الله. أهلا بك. حقيقة شريحة الدولة الصحية شريحة تشمل 70% من تشغيل وزارة الصحة العراقية. 19 عنوان وظيفي، حيث اجتمعت النقابات الطبية، نقابة أطباء الأسنان والصيادلة ونقابة المهن الصحية والإدارية والكيميائية. وذلك بشكل تحقيق المطالب المشروعة لهم. والمطالب المشروعة حقيقة أفقكم أول نقطة من عتاش. نعم. اللي هي مباشرة دفعة 2019 من المجموعة الطبية والصحية. حقيقة هاي الدفعة على مسؤولة على بين وطلع. مشمولة بقانون تدرج مشرعة ضمن قانون يطبق عليه قانون تدرج الدول المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000. هذا القانون يشمل الجميع. هذا تفاجئنا حقيقة من قبل مجلس الوزراء باستثناء الأطباء مع احترامهم وإجلالهم ومباشرتهم دون استثناء البقية الصيادلة والأطباء الأسنان والمهن الصحية والتمريضين. حقيقة المطلب الثاني اللي هو شمول جميع الملاكات سواء الطبية والصحية والإدارية والتمريضية ضمن التخصصات الممنوحة الأخيرة من قبل مجلس الوزراء. نعم. وكذلك المطلب التالي شمول جميع الخبراء بالخطورة بدل الإعاشة العفو. نعم. الإعاشة 160,000 تم منحها وتم بقرار مجلس الوزراء ولكن على ميزانية 2021. حقيقة وموضوع التسكين موضوع جدا مهم، هذا موجود في مجلس النواب انه تعديل قانون رقم 25 لسنة قانون الملاك اللي سنة 1960 واجراء عليه التعديل الاول والثاني وادراج الوصف الجديد الوصف الوظيفي العفو الجديد الذي تم المصادقة عليه من قبل وزارة التخطيط والمالية. نعم. والصحة والنقل. فحقيقة هاي المطالب جيد. أستاذ علاء، لنستثمر الوقت، يعني تحدثتم عن مجالس تحقيقية ومضايقات للمضربين، كيف تعاملتم كنقابة مع هذا الموضوع؟ والله حقيقة وزارة الصحة أصدرت مجالس تحقيقية على نقابة الصحية ونقابة الإدارية، وهذا لا يوصل للديمقراطية في وضع العراق في ممارسة الحريات وممارسة اليوم الجماهير من تقوم من عنا مجبرين أن نقف بوجه كل من يسوى لنا ونسوى أن يقف ضد المطالب. حقيقة وصلنا بصورة حضارية اعتبروا زملائنا وأضربوا ولكن العمل ماشي هو الكتابة الصحية العلاجية والصحية وغيرها. اليوم وضع المرض جاء أبطال الجيش الأليم لأنهم أبطلوا يوما في تقديم الخدمات في الأيام العادية سابقا وفي جائحة كورونا، حيث أثبتوا للقاسم الثاني أن المهنة الصحية هم أساس جيد. أخيرا أستاذ علاء باختصار لو سمحت، يعني إلى متى سيستمر هذا الأضراب؟ وتعرف أن أضرابكم ربما يؤثر وبالتأكيد يؤثر على الوضع الصحي في العراق، خصوصا أن الاعتماد عليكم بمواجهة الوباء. حقيقة هنالك تداخلات يومين من قبل أعضاء مجلس النواب ومن قبل شخصيات معروفة في الحكومة من أجل إيقاف هذا والوصول إلى حلول حقيقية. هي مرات حقيقة حلول موجودة في وزارة الصحة موجودة في التشغيل في الوزراء أو في المالية العراقية. فحقيقة يوم أمس الوزير كان جاهز صدر الموضوع والرجال أصدر قرارات وكتب رسمية وسيتم الاتفاق مع وزارة الصحة والنقابات المهنية مجموعة طبية من أجل مراجعتها ونطالب السيد مصطفى الكامل نتمنى ذلك الرسمي للنقابات وتحقيق المطالب المشروعة لهم من أجل الارتقاء بالواقع الصحي الحقيقي. شكرا لك الأستاذ علاء المالكي نقيب ذوي المهن الصحية، كنت معي على الهاتف.